بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، متابعين الكرام عبر قناتكم قناة الخبر، ألتقيكم وألاقيكم دائما بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم في رسائل هادفة، رسائل روحية إيمانية تربوية أخلاقية. عسانا نرتقي وإياكم من خلالها إلى مصاف الصوم الذي أراده الله عز وجل من خلال قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لله عز وجل في دهره نفحات، الله جل وعلا خلقنا وأودع فينا أسرار وأودع فينا عجائب قدرته، والصانع أدرى بما صنع، والخالق أدرى بما خلق. لعلم الله عز وجل أن هذا الإنسان الذي خلق من طين من حمأ مسنون ثم نفخ الله فيه من روحه سيقع في الزلات وسيقع في الخطأ، لذلك رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده الذين خلقهم وسخر لهم كل شيء وأراد لهم الخير وكان بهم رؤوفا رحيما سبحانه جل في علاه، خلق لنا وجعل لنا نفحات في دهرنا في أعمارنا، نفحات من خلالها تتنزل الرحمات، من خلالها ترتقي نفوسنا وتزكو، من خلالها نرتفع إلى عالم علوي من الروحانيات والإيمانيات، من خلالها لا ننسى لقاء الله وموعدنا مع الله عز وجل. من تلكم النفحات الإيمانية التي جعل الله عز وجل فيها الرحمة وصب فيها الرحمة صبا وجعل الإقبال فيها عليه سبحانه وتعالى فرارا منه إليه سبحانه، نفحة رمضان لمن تغشاه. على أن نلتقي إن شاء الله دائما في رسائل نذكر أنفسنا كي نغنم ونغتنم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نفحات رمضانية كل يوم إن شاء الله رب العالمين عبر هذا الفضاء. وإلى لقاء آخر، لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.